السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسلام البلشان. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض الدورة جديدة من دورات المونتاج. الدورة بتاعتنا النهاردة هتبدأ ببرنامج سوني فيجاس. طبعا قبل كده عملنا دورة ادوبي بريمير ودورة كامتازيا ستوديو، النهاردة ان شاء الله هنعمل دورة مونتاج على برنامج جديد اللي هو سوني فيجاس. طبعا نسخة برنامج سوني فيجاس اللي هنستخدمها في الدورة بتاعتنا هي نسخة 14، ممكن تستخدم على اي نسخة تانية، بس برضو علشان تبقى عارف لو لقيت مميزات موجودة في النسخة دي ومش موجودة في نسخة تانية تعرف ان النسخة اللي انا شغال عليها هي نسخة 14. الدرس بتاع النهاردة يبقى بس مقدمة للدورة بتاعتنا، وطبعا هتبقى نفس الفكرة بتاعت دورة ادوبي بريمير، هنعمل كل شرح في درس لوحده علشان كل واحد يفهم معايا وما يبقاش ما نشرحش اكتر من حاجة في درس واحد. الدرس بتاع النهارده زي ما قلت لك هيبقى مقدمه، هنشرح فيها ازاي تعرف على القوائم بتاعه البرنامج وازاي تضيف فيديو او صوره للبرنامج والاعدادات بتاعه الفيديو، وهنشوف كمان الاعدادات بتاعه فيديو العرض اللي بيبقى موجود فوق، لان في ناس بيبقى معاه الفيديو ده الفيديو شغال بس بتقطيع او في لاج، وكمان بيبقى الجوده بتاعته مش حلوه. فشوفك هقول لك ازاي تظبط الاعدادات بتاعته، هقول لك ازاي تقدر تقص الفيديو بسهوله، وازاي تضيف كتابه، وازاي تضيف الكتابه المتحركه والانتقالات بتاعه الفيديوهات. يلا نبدا مع بعض الشرح بتاعنا. اول حاجه دي واجهة البرنامج معانا، تمام؟ بتجيلك بالشكل ده. الاول تعالوا نضيف صورة او فيديو علشان نقدر نعدل عليه. هروح مثلا من هنا من الجهاز بتاعي، هروح تضيف مثلا الصورة اللي انت عايز تضيفها، هختار دي مثلا الصورة دي، هقوم ساحبها كده للبرنامج وهتقوم سايبها في المربع ده، تمام؟ او ممكن طريقة تانية ان انت تقوم ضغط من هنا على الفايل بعد كده اوبن وتقوم ضيف الصورة، او من هنا تعمل اوبن وتضيف الصورة، تمام؟ تمام. طيب كده احنا ضفنا الصورة بتاعتنا للبرنامج. طبعا اي صورة اي صورة او اي فيديو بتسحبها او بتضيفها للبرنامج بيقوم ضايف معاها هنا ملف تاني اللي هو ملف بتاع التعديل، يعني او يعرفك ان الصورة دي اتضافت لبرنامج سوني فيجاس، بس ما بتستخدموش باي حاجة، ممكن انت تمسحه بس بعد ما تخلص المونتاج بتاعك وتقفل البرنامج، تمام؟ وانت هتلاقي الملف ده ظهر عندك هتشوفه براحة. طيب جات لنا الصورة هنا بالشكل ده، بعد كده هتقوم ساحبها تحت الفيديو، طبعا دي فيديو او صورة عادي ماهيش فرقة، تمام؟ بتجيلك بالشكل ده، هتكبر بقى او تصغر حسب ما انت عايز. طبعا بيبقى فيه تراك او خط من ده للفيديوهات، وفي تراك تاني للصوت. لو رحت من هنا على انسرت بتلاقي مكتوب هنا اوديو تراك او فيديو تراك، لو جيت اعمل على فيديو بيقوم ضايف لك خط تاني للفيديوهات بس، يعني لو جيت تضيف هنا ملف صوت مش هيتضاف، لازم انت تعمل انسرت وتضيف ملف صوت. وضحت كده؟ تمام. طيب الاول حاجه اللي هي الاعدادات بتاعه العرض بتاع الفيديو ده. طبعا ممكن وانت مشغل الفيديو تلاقي فيه لاج او ممكن تلاقي الجوده بتاعته مش حلوه، هتروح من هنا على الكلمه دي بتلاقي عندك فوق هنا بتضغط على بيست وبتخليها هالف، تمام؟ بعد كده بتلاقي الفيديو بتاعك شغال بجودة عالية ومن غير اي لاج خالص او من غير اي تقطيع عندك. طيب تعالوا نشوف اعدادات الفيديو بتاعك نفسه علشان لما تيجي تحفظ الفيديو تلاقيه بجودة عالية وبحجم صغير. ده عندك الفيديو بالشكل ده، تمام؟ بتروح من هنا على الكلمة على العلامة دي اللي هي بتاعة الاعدادات، بيجي لك الاعدادات بالشكل ده. افضل جودة انت تختارها من هنا اللي هي دي، اللي هي بتاعة ال HDV 720 24 بي، اللي هي النسخة اللي هي دي. او لو انت عايز الفريمات بتاعتك تبقى اعلى من 30، ديت الخيار ده اللي هو ب30 فريمات بس، انما لو نزلت تحت بتلاقي هنا مثلا 720 بس 50 فريم، تمام؟ تزودها حسب ما انت عايز. انا عن نفسي انا مختار 720 ب50 فريم، تمام؟ ممكن انت تغيرها حسب ما انت عايز. المربع ده انت بتخليه على واحد اللي هو ده، دي بتخليها زي ما هي كده، ودي صفر برضو زي ما هي، وديت عدد الفريمات. طبعا انت مختارها 50 يبقى تسيبها ما تعدلش عليها، تسيبها 50، تمام؟ ودي بتسيبها اوف. تحت هنا بتخلي دي 8، ديت لو لقيتها متغيره انت بتخليها بيست، تمام؟ تحت ديت اللي هي سمارت بتخليها ديزيبل خلاص، وتسيب بقى الاعدادات دي كلها زي ما هي. بعد كده بتروح على الاعدادات بتاعه الصوت، دي بتسيبها ستيريو زي ما هي، ودي بتخليها 48، او لو هي متغيره عايز تعرف الرقم ده تعرفه منين بتروح من هنا على اعدادات الصوت، بتروح على ريكوردنج، بتروح على المايك اللي انت شغال بيه بتضغط عليه ضغطتين،
بتروح من هنا على اللي هي ادفانسد، بتلاقي الرقم مكتوب هنا، ديتا لقيته 48000، خلاص تغيرها هنا وتخليها 48000. شوف ممكن تلاقيها تاني 44، تغيرها هنا تخليها 44. فهمت؟ يعني تخلي ديت زي دي. طيب بتسيب دي 16 ودي بيست زي ما هي، وبعد كده بتضغط على اوكي. خلاص، وانت بتحفظ الفيديو بتروح من هنا على فايل. اول حاجه علشان تحفظ الفيديو بتاعك تقوم ضغط من هنا ضغطتين علشان يحدد الفيديو بتاعك اللي هتحفظه. لو ما ضغطتش ضغطتين بيقوم مسيف جزء واحد من الفيديو. علشان تسيف تقوم طالع فوق هنا تضغط ضغطتين، هيقوم محدد لك الفيديو كله بالشكل ده. بعد كده هتروح على فايل، بعد كده ريندر از علشان تحفظ الفيديو بتاعك. هقول لك دلوقتي الاعدادات علشان تسيفه بحجم صغير وبجوده عاليه. هنا انت بتختار اللي هي العلامه دي اللي هي سوني اي في سي، اللي هي دي بتلاقي فيها اللي هي الام بي 4، تمام؟ بتفتحها، بعد كده بتيجي على انترنت 1280x720، هي دي. خلاص، بعد كده بتختار المكان اللي انت عايز تسيف في الفيديو، وبعد كده هتقول له ريندر. خلاص خلاص. طيب تعالوا نشوف دلوقتي ازاي تقدر تقص الفيديو بتاعك. لو رحت من هنا مثلا على الجزئيه دي، عايز انت تقص الجزئيه دي، هتقوم ضاغط على الفيديو بتاعك كده، بعد كده هتضغط على حرف اس اهو، هو بيقوم قاسم لك الفيديو بتاعك كده بالشكل ده. تمام تمام. طيب دي كانت طريقه قص الفيديوهات. خلاص، طبعا لو عايز ترجع لجزئيه بعد عملت مثلا حاجه غلط وعايز ترجع تاني، بتقوم ضاغط كنترول زد. طيب دلوقتي ازاي تقدر تضيف كتابه؟ انا مثلا جيت عند الجزئيه دي وعايز اضيف الجزئيه دي كتابه، بتضغط من هنا كليك يمين، بتقول له انسيرت تكست ميديا، تمام؟ تضغط عليها، بتستنى لما بيفتح معاك المربع بالشكل ده، بيقول لك ضيف الكتابه اللي انت عايزها. طبعا المربع ظهر عندي ورا اهو، ثواني اهو بالشكل ده، تمام؟ بتكتب هنا الاسم اللي انت عايزه، طبعا بتختار نوع الخط والحاجات اللي انت عايزها، دي اعدادات الخط دي كلها معروفه. وانت فاتح المربع ده بتلاقي هنا علامات التحديد دي، بتصغرها وتكبرها على حسب ما انت عايز، تمام؟ بعد كده بتضغط من هنا على اكس اهو. تعال نرجع تاني ونشوف اهو زي ما انت شايفين. تمام تمام. طبعا ممكن تزود الوقت وتصغره حسب ما انت عايز. طيب في ناس تانية بتبقى عايزين بيبقوا عايزين يضيفوا خطوط، بس خطوط متحركة او بتحرك بشكل يعني معين. انت بتروح من هنا على ميديا جنريترز، من اي واحدة فيهم بتضغط على تايتل او تكست، تمام؟ شوف بقى بتلاقي عندك اشكال تانية للحاجات دي، انت بتقوم سحبها هنا المكان اللي انت عايز تضيف في الكتابة، بيظهر لك بالشكل ده، تمام؟ هيتغير بقى الاسم حسب ما انت عايز. هكتب مثلا البلشة بالشكل ده مثلا، تمام؟ بس في حاجة بقى، تعالوا نشوف. لو جيت اشغل دلوقتي هتلاقي الوقت بتاعها طويل شوية، يعني مثلا بيقعد شوية على حسب ما الخط ده يخلص، بتلاقيها طويلة. شايف كام ثانية، تمام؟ بس في حاجة بقى، لو انت جيت تقللها كده، لو انت جيت تسحبها كده تقللها، تعالوا نشوف هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. الوقت بيقصر معاك بس الخط مش هيكمل لاخره، التأثير مش هيكمل لاخره. شوف بيقوم قاطع مرة واحدة. طيب ازاي بقى تقلل الوقت ده من غير ما تأثر على التأثير؟ هعمل دلوقتي كنترول زي عشان ارجع تاني. انت بتجي من هنا بتضغط على كنترول، تمام؟ وبتضغط من هنا وبتسحب وانت ضاغط على كنترول، تمام؟ تعالوا بقى نشوف دلوقتي، هضغط هنا واشغل، شوف جاي معاك بسرعة، تمام تمام. طيب دي كانت الفكرة اللي هي بتاعت الخطوط المتحركة. طبعا الخطوط المتحركة دي انت لو دورت يعني ممكن ما تلاقيهاش اصلا موجودة على اليوتيوب، فهي دي الطريقة بتاعتها، ان انت بتضغط على كنترول وبتضغط عليها وبتسحب، تمام؟ طبعا على اي تأثير مش لازم الكتابة بس. ازاي بقى تضيف انتقالات بين جزء من الفيديو وجزء تاني؟ لو جيت اقص الجزء ده مثلا كده بالشكل ده، تمام؟ عايز اضيف يعني مثلا بدل ما هو يقطع مره واحده كده يضيف انتقال معين، بتروح من هنا على ترانزيشن، بتختار، بتلاقي عندك طبعا انتقالات كتير جدا، بتختار انت الانتقال اللي انت عايزه. اختار مثلا دي زوم مثلا، هتقوم واخدها كده تسحبها، بتيجي عند اخر الفيديو من هنا، بعد كده بتضغط على اكس. تعالوا نشغل بقى دلوقتي نشوف اهو زي ما انتم شايفين عامله ازاي، تمام؟ طبعا بتضاف الحاجات دي، بتضاف على الكتابه، بتضاف على اي صوره تانية، اي فيديو، تمام؟ بتقدر ان انت تضيف الحاجات دي. خلاص خلاص. طيب يعني مثلا عاوز تعمل
بعد كده بقى في الشروحات الجاية ان شاء الله، اول شرح هعرفك ازاي تقدر تعمل زوم على جزئية معينة من الفيديو بسهولة خالص من غير اي تعقيدات زي ما عملنا في برنامج ادوبي بريمير. دي كانت اهم الاساسيات في البرنامج بتاعنا. طبعا عندك هنا القوائم اللي فوق فايل، دي معروفة طبعا في اي برنامج اللي هي بتفتح صفحة جديدة او اوبن او سيف او الحاجات دي كلها. تمام، اديت طبعا دي فيها التأثيرات كلها اللي هي موجودة هنا، فمش مش محتاج ان انت تفتحها من هنا. الفيو دي اللي مختصة بالعرض بتاع الادوات اللي موجودة عندك دي، ممكن تظهر اداة تانية وممكن تخفي اداة. انسرت دي اللي هي بتاعت التراكات واعدادات الصوت والحاجات دي. تمام. وهنا عندك هنا برضو اللي هي بتاعت الاعدادات دي اللي هي بروبرتيز، دي اللي هي موجودة هنا. تمام، ممكن تفتحها من هنا او من هنا، ما فيش اي مشاكل. وتولز ديت ادوات تانية برضو ما ممكن ما تستخدمهاش انت في اي حاجة. الاوبشن دي الاعدادات، خلاص الهيلب ديت ده علشان يعرفك المعلومات عن البرنامج والبرنامج متفعل او لا. وهنا التراك بتاع الصوت بيعرفك المحتوى بتاع الصوت، ولو في صوت عندك عاوز انت تعليه تمام بتلاقي عندك مؤشر جنبه بالشكل ده، بتلاقيه مثلا في النص، ممكن تزوده كده تقوم معلي الصوت بتاعه. خلاص خلاص. طبعا دي كانت المقدمة بتاعت الدرس بتاعت دورة سوني فيجاس. ان شاء الله قريب هنزل لكم الدرس اللي هو بتاع ازاي تقدر تعمل زوم على جزئية معينة من الفيديو، وزي ما عملنا في دورة ادوبي بريمير كل فترة هنزل درس معين، وان شاء الله في اخر الدورة هتكون ان انتوا قادرين تستخدموا برنامج سوني فيجاس بشكل كامل. كده انتهى الدرس بتاعنا النهاردة. لو عندك اي سؤال في البرنامج سيبهولي في التعليقات، ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.